ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول السيد مصطفى ساقزدين المحلل السياسي الليبي، مرحبا بك. اذا تجدد الاشتباكات في محيط مدينه غريان وطائرات حفتر تغير على منطقه تاجوره، ما الفائده من استمرار هذه الهجمات وقد بدا ان ميزان القوى ما زال متوازنا ان لم نقل انه يعني رجح لصالح حكومه الوفاق؟ نعم، بالنسبه لحفتر معركة طرابلس مهمة جدا، راهن عليها وتوقع أن يدخل طرابلس في خلال أيام معدودة، وفشله في طرابلس سيعني فشل كامل مشروعه. وكما يعلم الجميع هو لديه ضغوطات من الدول الداعمة له من ضمنها الإمارات ومصر، أن راهنت عليه لمدة السنوات الماضية كلها، فيريدون تتويج دعمهم له بالسيطرة على طرابلس، ولكن من الواضح أن هذا الأمر سيكون صعب جدا عليه. خلال الأسابيع الماضية خسر منطقة غريان، ثم قبل يومين خسر منطقة مهمة جنوب طرابلس، منطقة سبيعة وهي قريبة من منطقة ترهونة. أيضا هنا يجب التطرق إلى دور القوى الخارجية، إلى أي مدى أسهم تدخل دول كالصين وفرنسا في إطالة أمد الحرب؟ نعم، هو هناك تدخل من عدة دول خاصة الدول الداعمة لحفتر، راهنوا على مشروع عودة العسكر إلى ليبيا وعودة ما يسمونه الرجل القوي لكي يسيطر على ليبيا، وفي ظنهم أن الرجل القوي هذا سيعقدون معه صفقات مهمة بالنسبة لمصالحهم في البترول والغاز وإعادة الإعمار في ليبيا. لكن من الواضح أن فكرة عودة الرجل القوي على شاكلة حفتر أصبح أمر يعني غير مقبول نهائيا بالنسبة للشعب الليبي بعد كل هذه التضحيات اللي قدمها من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية يتمتع فيها الليبيون بالحرية. إذن تغير أجندة تلك الدول ومنها فرنسا التي ساعدت الثوار منذ البداية وضربت مواقع القذافي، ألا يشير بشكل أو بآخر إلى تغير المزاج الدولي الذي يرغب باستمرار حكم العسكر لهذه المنطقة العربية المهمة ودعم الثورات المضادة التي قاموا بها؟ نعم، من الواضح أن بعض الدول من ضمن فرنسا كانت في بداية الربيع العربي على الأقل بالنسبة لنا نحن في ليبيا كانت مساندة يعني للثورة، ولكن من 2014 أصبحت داعمة للثورة المضادة هي وبعض الدول الإقليمية التي رأت ليس من مصلحتها أن يسيطر الليبيون وباقي شعوب المنطقة على دولهم. سيطرة الشعوب على دولهم يعني خسارة بعض المزايا وبعض الثروات التي كانت تبدد لصالح هذه الدول، فعادوا حساب المصالح بتاعهم. لكن في حقيقة الأمر وهذه الرسالة التي دائما نوصلها لهم أنه لا يمكن العودة إلى حكم الاستبداد وحكم العسكر بعد هذه الثورات، وأنه من الأفضل لهم أن يعقدوا صفقات متوازنة مع الشعوب فيها مصالح مشتركة وفيها شراكة حقيقية بين دولنا، أولى من المراهنة على ديكتاتور يحمي مصالحهم على حساب الشعوب وعلى حساب الدول وعلى حساب المنطقة. يعني ماذا لو لم ترجح الكفة لأحد الطرفين؟ إلى أين تمضي الحالة الليبية؟ وأين مصالح الليبيين؟ لماذا يضعون أنفسهم في هذه المتاهة التي يوجد فيها طرف ثالث أيضا يمثل روسيا والصين يرغبان في إبقاء الأمور على هذا المنوال على ما يبدو؟ طبعا ما يحدث ليس في صالح الشعب الليبي، في النهاية الشباب الذين يقاتلون من الطرفين هم شباب ليبي، والخسائر في البنية التحتية هي لكل الشعب الليبي، فالحرب يعني ليس فيها مصلحة. لكن هناك طرف مصر وطرف يعني يرتبط في أطراف خارجية مصر على أن يسيطر على ليبيا بالقوة، فلا يمكن أن تتعامل مع مثل هذا الطرف إلا أن تصد العدوان، وصد العدوان يعني أن الحرب تستمر إلى أن ينتهي هذا الطرف المعتدي. ليبيا لن تشهد سلام في
القريب إلا بانتهاء مشروع الانقلابي، مشروع الثورة المضادة. يعني هذه تضحيات تاريخية كتب علينا أن يقدمها الشعب الليبي من أجل حريته واستقراره وتنميته. أخيرا في الخلاصة، أمام هذا الصراع ما الخطوات المطلوبة للوصول إلى حل سياسي؟ هل يمكن العودة إلى اتفاق الصخيرات أم أن الأمور تحتاج إلى اتفاق جديد؟ بالنسبة لحكومة الوفاق ولكل الأطراف السياسية المرتبطة بها والثوار على الأرض والمنظومة العسكرية الموجودة في تابعة لحكومة الوفاق الجيش الليبي، الكل يعني يرفض أن يتم إعادة الكرة من جديد للوصول إلى حل سياسي مع القوى المعتدية التي يعني يقودها حفتر، لأن جرب في السابق ولم يلتزم بأي تعهدات. فمن الصعب أن تدخل في سلام أو وفاق مع طرف يرى أنه من حقه يحكم ليبيا ويستعبد شعبها. فالحكومة الوفاق ترفض أي حوار مع حفتر، ولكن يبقى الباب مفتوح لأطراف عديدة داعمة لحفتر، خاصة بعض القبائل في المنطقة الشرقية التي هي بنفسها بدأت تكتشف أن هذا مشروع هو ليس مشروع لاستقرار ليبيا أو لبناء الجيش أو يعني تقوية دولة ليبيا. بدأت كثير من القبائل تكتشف أن هذا مشروع لخدمة دكتاتور جديد. فالطرح الموجود الآن في من خلال حكومة الوفاق هي أنه من الممكن الحوار مع الأطراف المجتمعية التي موجودة في الشرق واللي جزء منها يعني يساند حفتر، أما التعاون أو الحوار مع حفتر مباشرة فلا جدوى منه. نعم، مصطفى الساقزي المحلل السياسي الليبي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.